الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله المهيمن الجبار العزيز الغفار العزيز القهار مقدر الأقدار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خالق كل شيء بمقدار ومنشئ الغمام والأمطار ومنشئ الغمام والأمطار على جميع النعم الغرار ومنشئ الغمام والأمطار على جميع النعم الغرار ومميز الإنسان بالعمل والأفكار سبحانه خالق كل شيء وهو الواحد القهار الحمد لله مبدئ النعم الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وفرض علينا طاعته وعبادته وأمرنا بدعائه ووعدنا بالإجابة سبحان الله سبحان الله بارئ النسم سبحان الله المصور سبحان الله خالق الأزواج كلها سبحان الله جاعل الظلمات والنور سبحان الله فالق الحب والنوى سبحان الله خالق كل شيء سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى سبحان الله مداد كلماته سبحان الله الذي ينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ومنزل الماء من السماء بكلمته ومنبت النبات بقدرته سبحان الله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين سبحان الذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء
منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سبحان الذي يميت الأحياء ويحيي الموتى ويعلم ما تنقص الأرض منهم ويقر في الأرحام ما يشاء إلى أجل مسمى سبحان الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب سبحان الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحان الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحان الله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم سبحان الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله من أطاعه فقد أطاع الله من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من كان إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البدور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي يا نور اللهم ارزقنا محبته وهدية وشفاعة وأحينا على سنته وأمتنا على ملته اللهم اجمعنا معه في أعلى مقام وارزقنا في جواره حسن الختام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا من أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة فقلت في كتابك أدعوني أستجب لكم وقلت يا ربنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقلت يا ربنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لبيك يا رب لبيك يا رب لبيك وسعديك والخير كله بين يديك والشر ليس إليك نحن منك وإليك تباركت وتعاليت فاللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرك يا ربنا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة مأوانا، لا تهلكنا بذنوبنا، ولا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. اللهم يا خير معبود، ولا يجوز لغيرك السجود، ولا يستغني عنك أحد في الوجود. اللهم احفظنا وأهلنا وأحبابنا ومن يريد بنا خيرا يا رب، إنا خلق من خلقك، فلا غنى لنا عن فضلك. اللهم فرجا قريبا مما نحن فيه، اللهم فرجا قريبا مما نحن فيه، اللهم فرجا قريبا مما نحن فيه، واجعل بعد العسر يسرا، واصرف عنا الداء والوباء، واجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم تقبل منا رمضان، ولا تحرمنا الوقوف على عرفات ونحن بأفضل حال، آمنين مطمئنين. واجعل بلادنا وبلاد الحرمين الشريفين ومسرى رسولك الكريم في أمن وأمان وسلم وسلام، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. يا قصدناك وأنت الكريم، قصدناك وأنت الكريم، ودعوناك وأنت العظيم، ورجوناك وأنت رب العالمين، وناديناك وأنت الرحمن الرحيم، وناديناك وأنت الرحمن الرحيم. فيا سيدنا وسندنا ومن عليه المعتمد، ارحم عبدا ناداك وليس له إلا أنت، اشفنا شفاء تاما، وعافنا في أبداننا، وأخرجنا مما نحن فيه، فأنت الله الذي لا يرد سائلا، وأنت الله القادر، القادر على تغير الحال لأحسنه، وأنت الله الذي أمره بين الكاف والنون، وأنت الله الذي إذا دعي أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون،
اللهم ارحم العباد والبلاد، اللهم ارحم العباد والبلاد، اللهم ارحم العباد والبلاد، والطف فيما جرت به المقادير، وارزقنا عافية الأبدان ونور الأبصار، كما نعوذ بك من عقوق الأبناء ومن تغير الأصدقاء ومن قطيعة الأقرباء ومن جفوة الأحياء ومن جفوة الأحياء. اللهم أقل عثرتنا واغفر زلاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب يا رب. ألهمنا في أمرنا الصواب، ويسر لنا في كل مسألة الجواب، ونجنا من كل ألوان العذاب، وبيض وجوهنا يوم يشتد الحساب، وزين مجلسنا بخير الأصحاب، واجعل دعاءنا دعاء مستجابا. اللهم اجعل دعاءنا مستجابا. اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم وغفرت لهم وحرمتهم على النار وكتبت لهم الجنة ورضيت عنهم. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، وانظر إلينا نظرة رحمة ورضا. اللهم انظر إلينا نظرة رضا، فمن نظرت إليه لا تعذبه أبدا. اللهم إن تعذبنا فإنا عبادك، اللهم إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. يا رب يا رب، نستودعك أياما قادمة لا نعلم خفاياها، ولكننا نعلم أنك سبحانك خير مدبر وخير من أودعت له الودائع، فنستودعك وطننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأحبتنا وأقدارنا، فاحفظها يا اللهم احفظنا وبلادنا، اللهم احفظنا وبلادنا، اللهم احفظنا وبلادنا، اللهم احفظنا وبلادنا وأهلنا، وعجل بزوال هذا البلاء، كما نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا لطف القدر، اللهم ارزقنا لطف القدر، وصحة البدن وطيب الخاطر وعافية الدم وعافية الدم، وارزقنا عفوك وعافيتك ومغفرتك ورضاك ورحمتك ورزقك وشفاك وغناك كرمك ولطفك، واجعلنا من النفوس الطاهرة، واجعلنا من النفوس الطاهرة والشاكرة، والوجوه المبتسمة والوجوه المستبشرة الباسمة، وارزقنا طيب المقام
وحسن الختام. يا رب يا رب، إن لم نحسن دعواتنا فأنت أعلم بحاجاتنا، وإن قصرنا سبحانك تعلم غاياتنا، ولا يخفى عليك شيء من أحوالنا، فاجبر خواطرنا بفيض رحمتك. اللهم أسعد قلوبنا بذكرك وطاعتك، اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، سبحانك على صراط مستقيم. يا جابر العظم الكثير، ويا رازق الطفل الصغير، ويا خالق الشمس والقمر المنير، اللهم يسر لنا كل أمر عسير، اللهم يسر لنا كل أمر عسير، فتيسير العسير عليك يسير، وادفع عنا ما نحن فيه يا عليم يا خبير. يا رب يا رب يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، وقبلهم في عليين، واربط على قلوب ذويهم، وألزمهم السكينة والرضا بقضائك وقدرك، وآمنا في أوطاننا، واجعلها آمنة مطمئنة محفوظة بحفظك كما حفظت كتابك الكريم، واجعل مصر واحة للأمن والأمان والسلم والسلام، وادفع عنها شر كل ذي شر، واجعلها في كنفك وضمانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم كما جمعتنا بهم في الدنيا فاجمعنا بهم في جنتك ومستقر رحمتك، وأحسن ختامنا وأحسن خلاصنا. يا خالق الأنام ويا رازقنا الإسلام، اللهم كما أيقظت عيوننا من المنام، اللهم كما أيقظت عيوننا من المنام، أيقظ قلوبنا من الغفلة، وكما أنرت الكون بنورك أنر حياتنا بنور هداياتك.
اللهم أذقنا في هذه الليلة المباركة برد عفوك وحلاوة حبك، وافتح مسامع قلوبنا لذكرك وخشيتك، واغفر لنا ولوالدينا وأصحاب الحقوق علينا بكرمك يا رب العالمين. يا رب العالمين، اجعلنا أسعد خلقك بك وأقرب عبادك إليك، وارزقنا سعادة القلب وطمأنينة النفس وسكينة الروح، واغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي، وارزقنا رضاك وعفوك والجنة يا رب يا رب يا رب. اللهم امسح عنا أوجاعنا، ونور ظلمات ليالينا، واسقنا فرحا، وارزقنا من كل مداخل الخير، وفرج هم كل مهموم فينا، وفك أسرانا، وتول أمرنا، واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم جملنا بقلب رحيم، وعقل حكيم، ونفس صبورة، واجعل بسمتنا عادة، وحديثنا عبادة، وحياتنا سعادة، وخاتمتنا شهادة يا رب. نسألك فضل القرآن وبركة القرآن، وعفو الرحمن، ودخول الجنان، واجعلنا ممن يقال لهم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يا رب لك الحمد في كل وقت وحين وعلى كل حال. اللهم احفظ لنا أولادنا وأحبابنا، وارحم من أنجبنا، وأنزل السكينة في قلوبنا، وأدم الابتسامة على محيانا، والسعادة في بيوتنا، والصحة في أبداننا، والتوفيق في حياتنا، والنور في وجوهنا، وأن تغفر لنا أجمعين يا منتهى كل شكوى. اللهم ارفع عنا كل شكوى، واكشف عنا كل بلوى، وألبسنا لباس الستر والتقوى، واجعل جنة الفردوس لنا ولوالدينا ولأهلنا مقرا ومأوى. اللهم إن استودعناك أياما فاكتب لنا فيها كل خير، وادفع عنا كل شر وبلاء، كما نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح، يا ميسر كل عسير، يا لطيف يا خبير. اللهم الطف بنا حيث الأقدار دارت،
ويسر لنا الخير إذا ما النفس احتارت وأنر بالإيمان دربنا أينما الأقدام سارت واشدد أزرنا إذا ما القوة منا خارت وأمنا من الفزع إذا السماء مارت وأمنا من الفزع إذا السماء مارت اللهم أمنا من الفزع إذا السماء مارت يا من بنورك أشرقت الأرض والكواكب سارت يا رب يا رب يا رب اللهم إنا نسألك بالذي يرضيك اللهم إنا نسألك بالذي يرضيك وبه تستجيب لداعيك أن تجعلنا ممن سألك فأعطيته ودعاك فأجبته ودعاك فأجبته ولجأ إليك فقبلته ومن الهم والضيق نجيته وإذا استجارك من عذابك أجرته وبرحمتك وكرمك بالجنة رزقته اللهم اصرف عنا وعن بلادنا الوباء والبلاء وقنا شر الداء ونجنا من شر كل ذي شر يا رافع السماء ويا ذا المن والعطاء يا رب يا رب يا رب سنمضي يوما تاركين خلفنا كل شيء فاللهم اجعلنا ممن يمر كريما بلا ضرر طيب الذكر والأمل اللهم أشرق وجوهنا بنور طاعتك اللهم أشرق وجوهنا بنور طاعتك واملأ قلوبنا بحبك وارزقنا حلاوة الحياة وارزقنا حلاوة الحياة وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة بصلاح العمل يا رب اللهم ارنا واطمئن قلوبنا وارفع عنا وعن بلادنا الوباء وجنبنا المرض والعناء واكفنا شر كورونا وسائر البلاء واملأ أجسادنا صحة وعافية وشفاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ذا المن والعطاء اللهم إنا احتمينا بك من كل شر يفسد حياتنا وفرج عنا ما نحن فيه نقر يا ربنا أنك صاحب النعم كلها ولم نؤدي حقها كما تحب وترضى فاللهم اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا تحرمنا فضلك بسوء ما عندنا يا رافع السماء يا دافع البلاء يا مجيب الرجاء اللهم كما جعلت المودة نورا تنير القلوب اللهم كما جعلت المودة نورا تنير القلوب وجعلت التوبة طريقا لمحو الذنوب وجعلت الذكر سترا يخفي العيوب وجعلت القرآن نهجا ينير الدروب فنسألك يا رب فنسألك يا ربنا لنا ولوالدينا ومن أحبنا فيك إيمانا كاملا ويقينا صادقا
ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وخيرا جامعا ودعاء مستجابا وبيتا آمنا وبدنا سليما معافا من كل البلاء يا رب. نسألك نهارا مستبشرا وهما راحلا وهما راحلا وقلبا مطمئنا ورزقا كثيرا وتيسيرا لأمورنا وجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته وجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته وتوكل عليك فكفيته ولجأ إليك فأعطيته واستغاث بك فأغثته يا رب يا رب يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه فمن يجود على العاصين بالكرم إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه فمن يجود على العاصين بالكرم يا رب يا رب. اللهم لا تحرمنا فضلك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا فضلك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا فضلك بسوء ما عندنا واصرف عنا ما يقلقنا وهون علينا كل صعب واكفنا شر الوباء بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير يا حنان يا منان يا حنان يا منان اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا عفوها ونورها وبركتها وأجرها وعتقها وهداها واجعل لنا بها دعوة لا ترد وافتح لنا بابا إلى الجنة لا يسد واكتبنا فيها من عتقائك من النار واكتبنا فيها من عتقائك من النار اللهم اكتبنا فيها من عتقائك من النار أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن كان له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارزقنا حمدا يملأ الميزان وشكرا يزيدنا في الإحسان وصحة وعافية في الأبدان وتوبة صادقة تدخلنا بها الجنان يا رب يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما
نسألك في هذه الليلة المباركة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا بلاء إلا أذهبته، ولا بلاء إلا أذهبته، ولا وباء إلا أذهبته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا همّا إلا فرجته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعط سؤل كل من وصانا واستوصانا ومن أحبنا فيك يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن، إلهنا وخالقنا ورازقنا، أنت الكريم الذي لا يبخل، وأنت الحليم الذي لا يعجل، فتقبل اللهم دعاءنا، فتقبل اللهم دعاءنا ورجاءنا وتلاوتنا، واجعلنا من المقبولين الفائزين، ولا تجعلنا من المطرودين المحرومين. يا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين، لا إله إلا أنت، ما عبدناك حق عبادتك، وما قدرناك حق قدرك، وما ذكرناك حق ذكرك، فنسألك يا الله أن ترزقنا ذكرك آناء الليل وأطراف النهار، وليلا ونهارا، سرا وجهارا، برا وبحرا، سفرا وحضرا، غنى وفقرا، صحة ومرضا، واجعل ذكرك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا. اللهم أكرمنا بكرمك، واسترنا بسترك الجميل، وعاملنا بفضلك لا بعدلك. اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك. اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك. يا رب، أسألك يا ربنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك يا ربنا من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، يا أسألك يا ربنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك يا ربنا من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.